وننشد معا تسبيحا وتمجيدا للرب واستقبالا للمياه المقدسة من نهر الأردن.
بسم الله والابن والروح القدوس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدوس معكم جميعا. First of all, I greet all of you. Very happy to see a crowd in this place. I greet first of all Sidna Joseph Jbara for the Greek Melkites, all the Catholic churches here present, the civil authorities, Minister of Tourism, and all those who organized this evening. Of course, all the parishes coming from all over the Jordan, maybe also beyond Jordan, happy to be with you. And also we are happy to have the Nuashar family with us, that they were the main donors for this beautiful church here. سعيد جدا أن أرى هذا الجمع الغفير قادمين للاحتفال بعماد الرب. سعيد جدا أن أراكم، أرى هذا الجمع الغفير، أرى السلطات جميعا حيث نحتفل معا بالعماد المقدس. أيضا أحيي وأرحب بعائلة المعشر المحسنين إلى هذا البيت الكريم والمقدس. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونادنا لايخا فنكون أهلا إلى كامتي الأسرار المقدسة. أنا أعترف رحيم الله القدير وغفل لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Thank you.
نصلي. Almighty ever living God, who when Christ had been baptized in the river Jordan, and as the Holy Spirit descended upon him, solemnly declared him your beloved Son, grant that you children by adoption, reborn of water and the Holy Spirit, may always be well pleasing to you. Bil Masihi Rabbina. Amen. نذكر الجميع بأن هناك كهنة لتقديم سر التوبة لمن يرغب خارج الكنيسة. قديشات ألوه قديشات هايل طانو قديشات لومو يوتو مشيحو دي تعمد من يوحانون اترحم علي قديشات ألوه قديشات حيل طانو قديشات لومو يوتو مشيحو دي تعمد من يوحانون اترحم علي قديشات ألوه قديشات حيل طانو قديشات لومو يوتو مشيحو دي تعمد من يوحانون اترحم علي. قراءة من سفر أشعيا النبي. هكذا يقول الرب: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، قد جعلت روحي عليه فهو يبدي الحكم للأمم، لا يصيح ولا يجلب ولا يسمع صوته في الشوارع، قصبة مردودة لا يكسر، وكتانا مدخنا لا يطفئ، يبرز الحكم بحسب الحق، لا يني ولا ينكسر، إلى أن يجعل الحكم في الأرض، فلشريعته تنتظر الأمم. أنا الرب دعوتك لأجل البر، وأخذت بيدك وحفظتك، وجعلتك عهداً للشعب ونوراً للأمم، لكي تفتح العيون العمياء، وتخرج الأسير من السجن، والجالسين في الظلمة من بيت الحبس. كلام الرب. قدموا للمولى، قدموا للمولى مجد اسمه، واعبدوا المولى في بهاء قداسته. صوت الرب على المياه، المولى على المياه الغزيرة، صوت الرب يدوي جلالاً. يا من تعمدت في نهر الأردن عمدت بالروح القدس والنور. وإن إله المجد أرعد، في هيكله يصرخون له المجد، اعتلى المولى متن الطوفان، واستوى الرب ملكاً مدى الأزمان. أنا
قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام شرع بطرس يقول: تيقنت حقاً أن الله لا يراعي ظاهر الناس، فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضياً. والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل مبشراً بالسلام عن يد يسوع المسيح، إنما هو رب الناس أجمعين. وأنتم تعلمون الأمر الذي جرى في اليهودية كلها، وكان بدءه في الجليل بعد المعمودية التي نادى بها يوحنا في شأن يسوع الناصري، كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس، لأن الله كان معه. كلام الرب. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة الحكمة. لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. لك يا رب المجدولك. فلنصغي. ظهر يسوع وقد أتى من الجليل إلى الأردن قاصداً يوحنا ليعتمد عن يده، فجعل يوحنا يمانعه فيقول: ألا أحتاج إلى الاعتماد عن يدك أو أنت تأتي إلي؟ فأجابه يسوع: دعني الآن وما أريد، فهكذا يحسن بنا أن نتمم كل بر. فتركه وما أراد واعتمد يسوع وخرج لوقته من الماء. فإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة.
الليلُ عليه، وإذا صوتٌ من السماء يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت، حقا المجد لك يا رب، المجد لك. أصحاب السيادة، أبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي الأعزاء، ليس من السهل أن يقف المرء في هذا المكان الذي وقف فيه السيد منذ أكثر من 2000 سنة، وأن يخاطب الجموع. السيد المسيح منذ أكثر من 2000 سنة وقف صامتاً في هذا المكان وقبل المعمودية من يوحنا المعمدان. بالطبع نتساءل جميعاً، ولماذا يحتاج السيد أن يعتمد وهو المنزه عن كل خطيئة، وهو الذي لم يعرف خطيئة في حياته؟ هل كان بحاجة أن يقبل معمودية التوبة التي جاء بها يوحنا المعمدان، والذي كان الشعب اليهودي يقبل إليه في هذه الأماكن ويعتمد لمغفرة الخطايا؟ بالطبع السيد المسيح لم يكن بحاجة لهذه المعمودية، لأنه كما قلت كان منزهاً عن الخطيئة، ولكنه حمل خطيئة البشر، حمل خطيئة كل واحد منا إلى منتهى الدهر. يوحنا وقف في إنجيل القديس يوحنا وقال: هذا هو حمل الله الرافع خطيئة العالم. لأجل ذلك جاء السيد واعتمد في مجاري الأردن أيضاً. حدث معمودية السيد المسيح، إذا أردتم، هو الحدث الأكثر تاريخية في الكتاب المقدس وفي العهد الجديد. إذا كان الإنجيليين مرقس ويوحنا يصمتان عن ميلاد السيد، فإن الأربع إنجيليين متى ولوقا ومرقس ويوحنا يتكلمون عن معمودية السيد. إن هذا الحدث، حدث المعمودية، هو حدث تأسيسي في المسيحية، لهذا لا يمكننا أن ندخل في المسيحية نحن كمسيحيين إلا إذا عبرنا من هذا الباب، باب المعمودية، لكي نستطيع قبول بقية الأسرار، لكي نصبح أعضاء في جسد المسيح السري، لكي نستطيع أن نتقبل الحياة المسيحية، لكي ننمو في المسيح، ينبغي أن نعبر من باب المعمودية. المعمودية هي التي تؤهلنا لكي نقبل بقية الأسرار في حياتنا. المعمودية يا أحبة هي ولادة جديدة. السيد خاطب نيقوديموس وقال له: إن لم تولد من الماء والروح لا يمكن أن تدخل ملكوت السماوات. المعمودية هي ولادة جديدة، كما ولد كل واحد منا من أم وأب
بحسب الطبيعة نحن نولد روحياً من أمنا التي هي الكنيسة. يا أحبة، الكنيسة أم، ليست فقط معلمة، الكنيسة أم، ونحن أولاد هذه الكنيسة. كل واحد منا يوم معموديته أصبح ليس فقط ابناً لله، بل أيضاً ابناً للكنيسة. وينبغي علينا أن نحافظ، جيداً على هذه المعمودية التي نقبلها مرة واحدة وإلى الأبد. كثيرون يحاولون أن يغرون بمعمودية أخرى، بمعموديات لا تقبلوا إلا بمعموديتكم التي نلتموها من رحم أمكم التي هي الكنيسة. أعترف بمعمودية واحدة مهما كانت الإغراءات، مهما كانت التطلعات، مهما كانت الأسباب. ينبغي عليكم ألا تقبلوا إلا المعمودية التي أخذتموها من حضن الكنيسة. المعمودية أيضاً هي اشتراك في موت المسيح وقيامته، كما يقول بولس في الرسالة لأهل رومي: ندفن مع المسيح بالمعمودية لكي ننهض أيضاً إلى قيامته. المعمودية هي اشتراك في موت المسيح وقيامته. كلكم تعرفون أن الماء هو عنصر ليس فقط للحياة، هو أيضاً عنصر يميت، لأنه فيضانات كتير بتجي بالحياة، زوابع، وهاليومين الماضيين شفناهن كيف الطرقات فاضت بالمياه. إذن الماء أيضاً هو العنصر الذي يميت الخطيئة، وهو أيضاً الذي يندفن معه الإنسان القديم لكي يحيا أيضاً الإنسان الجديد. اليوم مع الآباء والسادة المطارنة ما رح نعملكم معمودية جديدة. نحن إلى جانب نهر الأردن هون، ولكن أريد اليوم أنا وياكم مع السادة الأساقفة والآباء وكل الحاضرين أن نجدد، يا أحبة مواعيد معموديتنا. نتذكر أمنا وبينا وستنا وجدنا اللي من جابونا إلى حوض المعمودية. هذه اللحظة خلينا نصلي لأجلهم ونشكر الله على هذه النعمة. ما في أغلى شيء بحياتنا، اوعى تخمنوا إنه بتاخدوا شيء أغلى من المعمودية. مهما أخذتم، حتى لو صرتوا بابا، لو صرتوا مطران، لو صرتوا بطرك، منو شيء أمام معموديتكم. أنتوا أخذتوا أقدس شيء وأغلى هدية أخذتوها من أمكم ومن أبوكم، ولازم تعطوها لأولادكم. لازم تربون على التربية المسيحية، لازم تنموا حياة المسيح في حياتهم، لازم تنموا فيهم محبتهم للكنيسة، محبتهم لكنيستكم، محبتهم لهذا البلد اللي اسمه الأردن، اللي خصيصاً جاء السيد له المجد واعتمد في حوض نهر الأردن. اليوم بريد أريد إذا بتريدوا هلأ مع السادة الأساقفة والمطار والأباء رح نجدد معموديتنا. الجواب اللي بدي إياه منكم بسيط جداً جداً، بس إلكم ننكر الشر والشيطان، بتجاوبوا نحن نرفض هالشيء،
بس إلكن ينبغي قبول المسيح. بتقولوا كلكن سوا نعم نقبل المسيح. إذن كلنا سوا منوقف هلأ إذا بتسمحوا. بس دقيقتين قبل ما نبلش بصمت كلي بتمنى عليكم كلنا سوا نصمت، نغمض عيوننا، نتذكر حتى لو مش قادرين نتذكر اللحظة اللي جبونا فيها إلى حوض المعمودية. نتذكر هذه اللحظة ونصلي لأجل الأشخاص اللي حملونا إلى حوض المعمودية. دقيقتين صمت كله إذا بتسمعوا. هل ترفضون الشيطان؟ نعم. وأعماله وملائكته وعباداته وأباطيله كلها؟ نعم نرفض. هل رفضتم الشيطان؟ نعم. هل توافقون المسيح؟ نعم نوافق المسيح. هل وافقتم المسيح؟ هل تؤمنون به أنه ملك وإله؟ نعم نؤمن به ملك وإله. إذا بتسمعوا هلأ كلنا سوا رح نقول قانون الإيمان، أؤمن بإله واحد آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد أما تقل الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. أيها الإخوة الأحباء لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء كي يفيض وافر عطاياه السماوية على هذا الماء الذي نوينا أن ننضح به. أيها القديس أندراوس صلي
القديس يعقوب. صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا. صلي لأجلنا. أيتها القديسة مريم المجدلية. صلي لأجلنا. أيها القديس استيفانو. أيها القديس أغناطيوس الأنطاكي. صلي لأجلنا. أيها القديس لورنسيوس. صلي لأجلنا. أيها القديس جورجيوس. صلي لأجلنا. أيتها القديسة أغنيسيا. أيها القديس باسيليوس. صلي لأجلنا. أيها القديس نيقولا. صلي لأجلنا. أيها القديس سابا. صلي لأجلنا. أيها القديس مارتينيز. صلي لأجلنا. أيها القديس مبارك. القديس يوحنا الدمشقي. صلي لأجلنا. أيها القديسان فرانسيس وعبد الأحد. صلي لأجلنا. أيها القديس فرانسيس كاسافاريوس. صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا فييني. القديس يوحنا بوسكو. صلي لأجلنا. أيها القديس يوحنا بولس الثاني. صلي لأجلنا. أيتها القديسة تريسيا. صلي لأجلنا. أيتها القديسة كاترينا السيانية. أيتها القديسة ميري ألفونسين. صلي لأجلنا. أيتها القديسة مريم يسوع المصلوب. صلي لأجلنا. يا جميع قديسي الله وقديساته. المقدسة أسألك فاستجب
تبارك وتقدس ينبوع هذا الماء. أسألك أن تبارك وتقدس وتكرس ينبوع هذا الماء. أسألك يا يسوع ابن الله الحي. أسألك أيها المسيح أصغي إلينا. أيها المسيح أصغي إلينا. أيها المسيح استجب لنا. أيها المسيح استجب لنا. نواصل الآن رتبة تبريك الماء وتجديد مواعيد العماد. اللهم يا من رسمت أعظم الأسرار لخلاص الجنس البشري بواسطة عنصر الماء، أصغي إلى دعائنا وأفض على هذا الماء الطاهر المقدس قوة بركتك لكي تكون لعنصره الذي يستعمل في أسرارك فاعلية نعمتك الإلهية لطرد الشياطين وإبعاد المرض، حتى أن ما يرش من هذا الماء في مساكن المؤمنين يطهر كل رجاسة وينجي من كل ضرر، فلا يقيم فيها معدن أو هواء ضار فتخرج منها كل حيل الشيطان الخفية. وإن كان هناك ما يهدد سلامة الساكنين فيها وراحتهم فليبتعد لدى رش هذا الماء وليستقر فيها بعيداً عن كل مكيدة. الهناء الذي نطلبه باسمك القدوس بيسوع المسيح ربنا، آمين. والآن أتكفرون بالشيطان؟ نعم نكفر. وبجميع أعماله؟ نعم نكفر. وبجميع أباطيله؟ نعم نكفر. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم نؤمن. مع بعض: هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. والآن يرش المؤمنين بواسطة الماء الذي أخذناه من نهر الأردن وباركناه قبل قليل، لنستعد لهذه الرتبة المؤثرة. فاتمتك يا رب في نهر الأردن ظهر السجود للثالوث، فإن صوت الآب كان يشهد لك مسميا إياك ابنا محبوبا.
صلوات المؤمنين. أيها الإخوة الأحباء، يسوع المسيح هو رسول المحبة وأمير السلام دون منازع أو شريك، وقد جاء ليصالح الناس مع الله، فدعا إلى السلام والرحمة وإلى محبة الأعداء والمبغضين. لذلك نصلي من أجل أن يلقي الرب
في نفوس الناس رحمة وفي قلوبهم مودة وسلام. نصلي من أجل الكنيسة المقدسة ركن الحق وأساسه، لتكون في العالم وللعالم علامة رجاء ومحبة وتعزية، والنور المنير طرق الباحثين عن الحق، والأم الرؤوم التي ترعى أبنائها وترضعهم، حليب الإيمان والرحمة والعدالة. إلى الرب نطلب. لنصلي من أجل قداسة الحبر الأعظم، لكي يقود سفينة بطرس في بحر هذا العالم الهائج وسط الضباب والعواصف الصاخبة والأمواج المتلاطمة والرياح العاتية التي تتحطم على صخرة إيمانها ويبلغها شط الأمان. ولنصلي أيضاً لرئيس أساقفتنا وجميع الأساقفة والإكليروس وجماعة المؤمنين. إلى الرب نطلب. لنصلي متضرعين إلى الطفل الإلهي أن يمنحنا سلامه الحقيقي النابع من القلب، خاصين منطقتنا المنزلقة في هوة الاقتتال والحروب والضياع، وينير بصائر قادة العالم وصانعي القرارات والمسؤولين عن مصائر الشعوب، ويلهمهم الإرادة لاتخاذ الوسائل الكفيلة بإقامة السلام المبني على المحبة والعدل. إلى الرب نطلب. نصلي من أجل ملكنا المحبوب، لكي يبارك الله جهوده الدؤوبة ومساعيه الحميدة لترسيخ ثقافة السلام القائمة على الاحترام والقبول والحوار وإقامة السلام، ويديم نعمة الأمن والاستقرار في أردننا الغالي، الملاذ لكل مقهور ومشرد وباحث عن الدفء والكرامة والإنسانية. إلى الرب نطلب. في هذه البقعة المقدسة تمت دعوة التلاميذ الأولين الذين تبعوا حمل الله الحامل خطايا العالم، ومن هنا انطلقت الدعوة لحمل رسالة الخلاص، حيث دوى صوت يوحنا المعمدان سابق المسيح يدعو إلى التوبة. فلنصلي من أجل أن يرسل عملة إلى حقله المقدس. إلى الرب نطلب. لنصلي من المشردين والمضطهدين من أجل معتقداتهم وعرقهم، والمحزونين والأيتام والثكالى والأرامل، ومن أجل المحرومين من أدنى حقوقهم، ومن أجل اللاجئين والمهجرين والمستغلين من قبل تجار الموت والمروجين لأدوات الترويع القتل والتدمير. إلى الرب نطلب. لنصلي من أجل أن تتكرم مريم العذراء أمنا المثال الأسمى لنا بالصمت والإيمان، وتعيننا على تحمل الشدائد وتمنحنا القوة لنسير معها في الطريق الذي سارته مع ابنها الحبيب بكل حب وسلام. إلى الرب نطلب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقاً ما طلبناه منك بثقة،
بالمسيح ربنا.
إلى الله إلى بالقدير كي يقبل مني ومنكم عدي الغبيها. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world. بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى الأولى. لنشكر أبا إلهنا. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the waters of the Jordan you revealed with the signs of and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us. And by the Spirit's descending into the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. فكل من هذا كلكم هذا هو جسدي الذي تقدم من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى
لذلك فيما نقدم لك هذه الخبز والخياط والكاس والخلاص ونشكرك على نبتعد ما نحن نبتعد إليك الجحيم نحن الذين نشترك في دشرة المسيح ودمه كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس ساقفتنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين وشعبك بأسره. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تصبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب صالح في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع الرسل القديسين الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة روح القدس كل إكرام ورمج إلى أبده دور. وإننا امتثالا لوصيته مخلص واستنادا إلى تلميحه لله نتسور فنقول ناجنا يا رب من جميع شرور تحوامنا السلام في أيامنا هدوتنا برحمتك وفتنا من الخطيئة لنعمنا كل تراب نحن متطيرا في رجاء سعيد مجيء مخلصين يسوع المسيح. أيها رب يسوع المسيح يا من قلت لرسولك سلام استودعكم سلام يمنحكم أتمت إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأوليك الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي ملك إلى دهي دهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. تبادلوا سلام المسيح.
ودع حمل الله ودع خامل ختال الام تب للمدعوين الى وليمه الرب
المحافظة على الهدوء بالكنيسة في هذه الأجواء المقدسة، وتقدم من المناولة إلى أقرب كاهن في المنطقة لديهم. هذه أقدس لحظات الحج، حيث نتحد مع المسيح القرباني، المسيح الحاضر في جسده ودمه الأقدسين. فلنسأل الله نعمة هذا الحج في قلوبنا وفي نفوسنا، عطية صالحة وسلاما مقدسا. احمدوا
أجبتني وصرتني مخلصاً لأن إلى الأبد رحمته هاليلويا. لنصلي. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth. Be'il Masihi Rabbina. صاحب السيادة وأصحاب السيادة المطارنة الأجلاء الآباء الكهنة الأخوات الراهبات الإخوة الرهبان الأحباء الحضور الكريم، أنا في الواقع كنت مجهز كلمة ولكن بدي أستبدل الكلمة في إشي ارتجالي. شفت من المناسب جدا وفرصة لا تعوض في هذا اليوم، أولا أن نعيد كوزارة سياحة على جميع الحضور، كل عام وأنتم بخير جميعا، ومن باب آخر ربما أن نعلن للمرة الأولى في مشوار السياحة في الأردن، هناك برنامج أطلق في العام الماضي اسمه أردننا جنة، عنده تطبيق جنة دجو، ولكن في العام 2020 لأول مرة سيدخل على هذا التطبيق درب الحج المسيحي، فمن يرغب في أن يزور أي مكان من أمكنة الحج المسيحي بإمكانه الوصول والحجز من خلال هذا التطبيق اللي هو جنة دوجو. هذه دعوة للجميع من خلال الآباء في الرعاية، أنا بتصور كل عيلة في الأردن بيجيها على الأقل ضيف بالعام من أوروبا، من أمريكا، من فلسطين، من لبنان، من مصر، من أي مكان في العالم. إذا في تردد بالحضور، لا، هناك أماكن كثيرة، المغطس على رأسها، ولكن نتطلع أن يكون أيضاً الزيارات لمكاور، هناك في ترتيب لمكاور، جبل نيبو، أم الرصاص، مادبة، المفرق، وكل الأماكن الأخرى. إحنا والحمد لله الله حبانا بأرض مقدسة، في كل بقعة في كل شبر هناك أثر مقدس. كل عام وأنتم بخير، وهذه دعوة للجميع بأن ننشر درب الحج المسيحي من خلالكم. كل عام وأنتم بخير. الإخوة والأخوات الأحباء، اليوم عشنا خبرة مميزة، مشينا كليتنا بين المي وبين الطين على مثال يوحنا المعمدان قبل تقريباً 2000 سنة، فكل عام وأنتم بألف خير. باسم سيادة رئيس الأساقفة المطران بيير باتيستا بيتسابيلا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية، وباسم جميع رؤساء وممثلي الكنائس الكاثوليكية في المملكة الأردنية الهاشمية، نحييكم تحية المسيح الرب الذي تعمد على يد يوحنا المعمدان في الذكرى 20 للحجيج السنوي إلى المغطس هنا حيث تعمد يسوع. نود أن نشكر كل من أسهم وحضر أو حضر هذا الاحتفال السنوي 20 في يوم الحجيج المسيحي الوطني إلى موقع معمودية السيد المسيح. إننا في هذا المقام نحيي الأسرة الأردنية الواحدة وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، والأسرة الأردنية الواحدة التي تقف اليوم يداً واحدة للتنظيم والتحضير وإحياء هذا الحجيج السنوي. نقدم شكرنا الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم رئيس مجلس أمناء موقع المغطس،
والشكر موصول لمعالي وزيرة السياحة والأثار السيدة مجد شويكة الموقرة وجميع كوادر وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وعلى رأسهم الدكتور عماد حجازين أمين عام الوزارة وممثلاً عن معالي الوزيرة. كما ونشكر عطوفة الدكتور عبد الرازق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، عطوفة السيد لؤي أيوب مدير مديرية السياحة الداخلية، والمستشار هشام العبادي مدير مكتب معالي الوزيرة، والشكر الجزيل أيضاً لمدير الموقع موقع المغطس المهندس رستم مكيجيان. الشكر الكبير لعطوفة محافظ البلقاء وعطوفة متصرف لواء الشونة الجنوبية وأصحاب السعادة النواب، والشكر أيضاً لأعضاء السلك الدبلوماسي الممثلين في الأردن وبالأخص سفارة دولة هنغاريا وممثل سفارة دولة رومانيا. Ringraziamo l'ambasciata italiana and the embassy of Hungary for being with us today. ولا بد لنا أن نشكر فارس القبر المقدس السيد نديم معشر وزوجته وعائلة المعشر على تبرعهم السخي والدائم في بناء هذه الكنيسة. الشكر الخاص والكبير لجهاتنا الأمنية الساهرة شكراً لحضوركم وكل عام وأنتم بألف خير. الرب معكم وما روحك أيضاً. ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد. موناتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بركاكم ولكم قدير على كل شيء الآب والابن والروح القدس. آمين. يذهبوا بسلام.